حاجة ربح، مرحبا بك في نعم، المشهد التونسي. احنا اليوم جينا باش نسألو على حوالك. نحنا اليوم 15 سبتمبر، حبينا نعرف تو ملي استشهد حسونة، جاكم شي شكون عاونكم الحكومة من المعتمد ولا من الولاية ولا أي مسؤول؟ يعني زورنا بابا، زور شكون اللي جاك؟ برشا معتمد جاي، اي مرة يجوا اثنين، مرة يجوا ثلاثة، كان جو خمسة، مرة يجوا أربعة، اي مرة يجوا وش خمسة، وش وش عملوا؟ ومرتين يجوا برشا خير ربي يعاوني، حتى كي يقولين الكلام ننسى. اي وش قالوا؟ وش عملوا لكم؟ وعدوكم بحاجة؟ عاونوكم بحاجة؟ وحيدين هم عاونونا. لا اعطونا اعطونا اعطونا. شو اعطاكم؟ شنو اعطاكم؟ جوا اولاد. اعطونا عش بابا، اثنين جوا اولاد. اعطونا كثر خير. شنو اللي اعطاكم؟ اعطاكم فلوس معناه؟ اعطوني فلوس، اعطونا. هذا المعتمد. لا مش معتمد، هذا دخول الناس خرجوا من تونس. من تونس؟ شنو؟ بمعنى جاكم مسؤولين؟ جاكم جاكم ناس من تونس. اعطوكم فما هما الشهداء خذوا 30 مليون ولا 20 مليون على الاول. لا ما عطوناش 30 مليون. وعدوكم بها، قالوا لكم باش نعطيكم 3 ملايين وقت نتاع الجريح. اللي معناه الحكومه ما عطاوكش كان 3 ملايين من الاول، هذاك بعد ما عطاكم شيء. اي ما وعدوكم شيء بعدها، معناه مازال ما جاوكمش، ما شافوكمش بعد ما توفى حسون. لا ما عطوناش مازال. ما ندريش ولادي ما يجيو يطلوا عليكم ناس يقفوا معاكم. لا لا جو جو ناس يطلوا. قال خير ربي. الحمد لله. خير ربي الحمد لله يا ربي. وتو كيفاش عايشين انتم يعني؟ كيفاش عايشين؟ معناها 70,000 تقاعد. والحاجة معاقة ما تاخذوش مادة. لا ما تاخذ مادة. خو حسونة قلت لي سامحني، أنت تمشي المعتمد باش يعاونك، شو يقول لك؟ شنو يقول لك المعتمد؟ أنا برا ورجع. برا ورجع، ما قلتو ما معناها مازال ما عاونكمش. فهمتك. باهي يا سيدي. باهي نحنا نجينا طلين على احوالكم، وان شاء الله معناها هذا صوتكم يوصل، وان شاء الله لاباس، ثم كان في خير. يعطيك الصحه، شكرا لك.